به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بقينا خلاص الشهر الكريم وبنتكلم أيام معدودة، مفيش أسرع من الوقت. لو مفكر لسه بكرة وبعده كمان يومين ثلاثة، بقول لك احنا الوقت بنقول رمضان كريم، هنقول لبعض كل عام وحضراتكم بخير بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. ده اللي هيحصل، ما تخليش الوقت يسرعك. فرصة استثمار حقيقي في شهر كريم من عند ربنا، وربنا خصص حتى الصيام قال فإنه لي. فيا رب ربنا يا رب يتقبل منا جميعا، اللهم أمين. لما بتفتح إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم بتلاقي برنامج رائع وجميل في تفسير الآيات القرآنية اسمه ومضة تفسيرية. ومضة تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. الواحد خلاص بقت بترن دايما في ودنه. فاحنا معانا اخويا وحبيبي وشيخنا الفاضل والجليل اللي بنتعلم منه معنى الادب والاحترام والاخلاق، دكتور عصام الروبي، علشان نشوف ومضة تفسيرية ايضا، نشوف الصيام في القرآن الكريم. وكل عام وحضراتكم بخير، منورنا دكتورنا الغالي. اهلا وسهلا دكتور محمد، ومشتاقين لحضرتك والله. الله يخليك، اهلا وسهلا، ربنا يخليك. اتفضل يا دكتورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الصيام في القرآن الكريم. جميل. في سورة البقرة أنزل الله تعالى فيها آيات كريمات عن الصيام. تمام. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وهنا نقف عند هذه الآية. أياما معدودات، لماذا قال عنها ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات؟ لكن قبل هذا تعالى معي الآن والسادة المشاهدين الأكارم لنعيش الآن في ظلال هذا النداء الإيماني الرباني. جميل. يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء تشريف وتكريم من الله لعباده المؤمنين. جميل. أنا حينما أناديك يا دكتور محمد أو يا محمد أو يا حبيب القلب. تمام. معنى ذلك أن لك عندي في قلبي منزلة ومحبة. فربنا سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين، فربنا أولا يعترف بإيمانهم. تمام. ثانيا يعترف بقبوله لإيمانهم، شرفهم بنداء الإيمان. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى راض عنهم يا رب، وسوف يرضيهم ويعطيهم. فقال يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا. جميل. ودوما حال المؤمن حينما يسمع نداء الله يقول سمعنا وأطعنا. تمام. غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض. تمام. لكن سبحان الله الصيام في أمة الإسلام فيه رفقة. لم يكن فيه مشقة، بخلاف الصيام الموجود على الأمم السابقة. تمام. كان فيه إصر ومشقة وعنت وتعب وجهد. أما في أمة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال في نهايات آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك المرأة الحبلى الحامل أو المرأة المرضع أو أصحاب الأعمال الشاقة الذين تستمر أعمالهم طوال رمضان، وكذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء، وكذلك الشيخ الفاني الذي لا يقوى على الصيام، والمرأة العجوز، وكذلك الأطفال الصغار، كل هؤلاء أباح الله سبحانه وتعالى لهم الفطرة في رمضان. منهم من تلزمه الفدية فقط، ومنهم من يلزمه القضاء بعد رمضان من. صحيح. هؤلاء كذلك المرضى الذين يعني يتعبون من الصيام. جميل. أشياء كثيرة جدا، ودي رحمة من الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنوضح لعلكم. نعم. تتقون. لكن استأذنك يا دكتورنا الغالي وناخد معنا أستاذ يوسف. يا أهلا بيك أستاذ يوسف معنا. يا اهلا بحضرتك يا فندم، سامعينك. طيب لعلكم تتقون، يبقى الغرض والغاية والهدف الأسمى من. تمام. الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى. جميل. لماذا؟ الصيام مدرسة تربوية قيمية تعلمنا مراقبة الله تعالى في السر والعلن. تمام. أنا في إمكاني أن أأكل أو أن. صحيح. أشرب بعيدا عن أعين الناس، مش هي دي الغاية؟ إن لي ربا يراقبني. يا الله. إن لي ربا ينظر إلي.
إن لي ربا عليم بما في قلبي قبل أن ينطق به لساني. فبالتالي أنا حينما أصوم أنا أراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. تمام. وبالتالي توصلنا إلى التقوى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات. وقوله تعالى أياما معدودات، حضرتك افتتحت المقدمة الجميلة التي ذكرت بها الحلقة إن الأيام تمر بسرعة جدا. فلا تعجل على الأيام. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون اعلموا أن رمضان ما هو إلا عدة أيام، إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما حسب رؤية الهلال. جميل. فهذه الأيام أيام قليلة تمر في عمر الزمان في فترة وجيزة، فلا تضيعوها بالعبث ولا بالسهر ليلا ولا بإضاعة الصلوات، وإنما عمروها بالطاعات والعبادات والدعاء والاستغفار والقرب من الله سبحانه وتعالى. جميل. وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والإكثار من السنن، عمروها بطاعة الله عز وجل بالحب والبر وصلة الأرحام والتواصل ومد يد العون والمساعدة إلى الفقراء والمساكين. رمضان صفقة رابحة مع الله، رمضان تجارة مع الله، رمضان جهاد مع الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال. هنتكلم. نعم. ان رمضان زي ما حضرتك تقول صفقة رابحة مع الله، ازاي نستثمرها صح. لكن استاذنك. نعم. مرة اخرى رجع معنا استاذ يوسف، يا اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ يوسف. الو. يا اهلا بيك، اتفضل يا فندم. صباح الخير يا ابن عم. يا اهلا بحضرتك، اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك، بس انا شغال وكده فطول الوقت بعمل مجهود، بشتغل من 8 الصبح لحد 8 بالليل. معايا ده في رمضان الكلام ده. تمام. في يوم انا طب ممكن اعرف طبيعه الشغل بالظبط، نوعيه شغلك ايه؟ ايه يا فندم؟ حضرتك شغال ايه؟ استاذ يوسف حضرتك شغال ايه لو سامعني؟ لا انا للاسف بعتذر. وقف في مكان في شبكه يا فندم. طب حضرتك سامعني كده؟ ايوه سامعك. حضرتك شغال ايه؟ شغال ايه؟ محل ايه؟ نوعية العمل، نوعية الوظيفة، هل هي عمل شاق مجهد متعب كحال الذين مثلا يعملون في الافران مثلا في الصيف مثلا؟ ده عمل شاق. نقول له والله ان لم تستطع ان تكمل صومك وانت بجانب الفر ومع احتمال النار وعطش شديد جدا والجو حر، الاسلام اباح لك الفطرة، فطرة هذا اليوم فقط. أيوة. في رمضان وعليك فعدة من ايام اخرى، عليه ان يقضي هذا اليوم تماما بعد رمضان. لكن يبقى فيه ضرورة فعلا، يعني فيه وصول الى التهلكة. لكن واحد بيشيل او بيقعد ولا قاعد على مكتب ما ينفعش حتى لو من 8 ل 8 وحتى لو من 8 للساعة 12 بالليل. احنا نتكلم عن الاعمال الشاقة التي يصعب معها الصيام. صحيح. ربنا يكرمك يا دكتورنا. استاذنك وناخد معانا استاذ عادل. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور محمد، زي حضرتك؟ بخير الحمد لله يا فندم، اتفضل. دلوقتي يا دكتور محمد انا عندي زوجتي للاسف ضعيفه قوي وعندها انيميا باستمراريه. تمام. طبعا حضرتك بيجي لها في شهر رمضان موضوع الحائض. تمام. ما بتقدرش تعوضه في اي ايام من الايام اخر، ده بقى لها اكتر بالظبط من 13 سنه وهي على الحائض. تمام. مش عارف اعمل معايا ايه. طيب يا دكتور محمد بصراحه. لكن حضرتك معنى ذلك انها تصوم بعضا من ايام في رمضان، صح؟ بالظبط. بس في الوقت اللي هو الحائض ما بتعرفش تعوض بقى الايام دي، 7 ايام ولا 8 ايام على حسب. يا اخي يعني هي صامت، يا اخي يعني هي صامت 21 يوم في رمضان، هل مش هتقدر تعوض 7 ايام بعد رمضان؟ يعني الذي قواها على صيام هذه الايام في رمضان، هل سبحانه وتعالى لا يقويها على اكمال عده هذه الايام التي افطرتها في رمضان؟ وبالفعل عشان شهر رمضان ده فرض شيخنا. يا حبيبي ما هو قضاء الايام دي ايضا فرض، قضاؤها فرض. لان انا ممكن اتكلم معاك واقول لك فعلا مش مشكله لها رخصه، لكن طالما انها تستطيع ان تصوم فلماذا نرخص؟ الكلام ده لو مش قادر من الكليه اقول لك خلاص طلع فيه يا سيدي 30 يوم او 29 يوم حسب شهر رمضان وشكرا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها طالما انها مريضه مرضا لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه. زي مرضى الفشل الكلوي والوباء الكبدي وامراض السرطان وناس اللي عندها مشاكل في المعده، كل هؤلاء مباح لهم الفطر في رمضان ولا اثم عليهم، وليس عليهم قضاء بعد رمضان، وانما يلزمهم الفديه، والفديه اطعام مسكينا عن كل
يوم بوجبتين مشبعتين فطورا وسحورا. لكن انا طالما بستطيع اصوم 21 يوم في رمضان، يبقى انا واجب شرعا علي ان اكمل عدة هذه الايام بعد رمضان. تمام، السؤال واضح يا استاذ عادل؟ مظبوط يا دكتور محمد، بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. طيب حضرتك قلت حاجة يمكن لأول مرة يعني أخد بالي منها. تمام. حضرتك قلت إن اللي أنا فهمته إن أصحاب الأمراض المزمنة نعم مفيش قضاء عليهم. طيب مظبوط؟ المرض نوعان يا دكتور محمد. بالظبط، ده اللي أنا بدأت أفهمه دلوقتي من كلام حضرتك. مرض عارض. أيوه. أنا صبحت صباح لقيت نفسي عندي حرارة. تمام. وتعبان ومجهد، وأنا طول عمري سليم وزي الفل الحمد لله، ومحتاج دواء، أو عندي صداع شديد جدا. جميل. تماما، أو عندي قيء، مرض عارض. يعني ليس مستمرا معي، يباح لي الفطر في رمضان وعلي القضاء بعد رمضان. وعلي القضاء وقولا واحدا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر، يعني علي ان يقضي عدة هذا اليوم او اليومين او الثلاثة التي افطرها في رمضان بعد رمضان. ليه؟ جميل. لان هذا المرض عارض او طارئ. تمام. النوع الثاني مرض دائم. تمام. مستمر من الامراض العضال، لا ينتهي ابدا، يستمر مع المريض. تماما، وبناء عليه هذا المرض العارض او الطارئ، هذا المرض المستمر، ربنا سبحانه وتعالى اباح لهم الفطر في رمضان وليس عليهم قضاء بعد رمضان. ولذلك انظر معي في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الآية التي قبلها يقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تمام. في الآية الأولى: أيوة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. معنى كده طعام مسكين يطيقونه، يعني يتحملونه بمشقة وتعب كبير وجهد كبير. والإطاقة هنا مش معناها ان انا اتحمله. أيوة. لا، الإطاقة انا لا استطيع ان اتحمله. جميل. المرض شديد جدا، وبناء والمرض مستمر في رمضان وبعد رمضان. هؤلاء لا قضاء عليهم بعد رمضان، وإنما يلزمهم الفدية، وهي إطعام مسكينا عن كل يوم بوجبتين مشبعتين فطورا وسحورا. بإذن الله، ربنا يكرمك على التوضيح يا دكتورنا. أستاذنك وناخد معنا أستاذ حسين. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. حضرتك بس كنت عندي استفسار عن الزكاة بتاع رمضان. تمام. أنا عارف ناس قريبة مني جدا ظروفهم ماشية قوي، اللي هم يعني تحت الصفر زي ما بيقولوا. تمام. فانا لو انا هل ساعدتهم بالزكاه اللي انا بطلعه دوت طلعته ليهم هم، هيجرى اي حاجه؟ حاضر يا فندم، حاضر. سؤال واضح يا دكتورنا؟ تمام تمام، شكرا جزيلا يا استاذ حسين، ربنا يعينك يا فندم. هو عايزين بس نفرق مساله مهمه جدا. ايوه. المال الذي نخرجه في اخر شهر رمضان ايوه يسمى بصدقه الفطر. صدقه الفطر. نعم. وده المصطلح الصحيح لها. تمام. الزكاة يا سيدي هي الزكاة في الأنعام. أيوة. في المواشي والأنعام أعزنا الله وإياكم. تمام. في الأموال المدخرة، في زكاة عروض التجارة. تمام. في زكاة الزروع والثمار، في زكاة الذهب والفضة. أيوة. في زكاة المعدن والركاز، دي اسمها زكاة ولها شروط ما معينة. في زكاة الفطر اسمها صدقة الفطر. صدقة الفطر. تمام. النبي عليه السلام ذكرها في كل الأحاديث. أيوة. بأنها صدقة للفطرة. وصدقة الفطرة هذه تصرف إلى المسكين. تمام. إلى المسكين. المسكين من هو؟ ربنا سبحانه وتعالى حدده في القرآن حينما قال: أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني إيه؟ يعني التصقت يده بالتراب. أيوة. كناية عن الفقر الشديد. معدم. لغويا بنسميها معدم. تمام. تماما، او معدم. ايوه صح، فيها الاثنان. تمام. يعني ايه؟ يعني لا يجد شيئا، ليس عنده شيء من متطلبات الحياه الضروريه، لا مطعم، ليس عنده ما يكفيه الان من طعام ولا ما يكفيه الغد، يعني لا حول له ولا قوه. لابد من اخراجه في شهر رمضان. لابد ان تخرج قبل صلاه العيد. جميل. هذا وقتها. في بعض المذاهب الفقهيه يكرهون بل يحرمون بل يبطلون في بعض الأحيان، لو أنه تمام. قصد عامدا متعمدا ألا يخرجها يأثم لذلك. طيب. لكن إن كان معه عذر أو حال بينه وبين أدائها تمام. وقضائها مانع. جميل. لا يكلف كلام الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. نعم. يجوز النهاردة إخراجها أوجب.
تمام. اوجب واحسن وافضل لو انا عندي من اهلي الناس الفقراء الناس المساكين اولى. وبالتالي الفقر والمسكنه يا دكتور محمد تختلف من بلده الى اخرى ومن مكان الى اخر. يعني فقراء القاهره يختلفون عن فقراء الريف. صحيح. فقراء اوروبا يختلفون عن فقراء مصر. تمام. عن فقراء البلدان العربيه. طب الناس الموجوده عندي في البلده فيهم فقراء. تمام. وبناء عليه نقول الطبقه الاجتماعيه الكادحه المتعبة التي لا تجد شيئا في هذه الحياة يعني نصرف إليهم. جميل. طب لو أنا عندي حد مثلا من أهلي يعني ظروفه إلى حد ما قريبة من المتوسطة وأمامي إنسان آخر فقير معدم. أيوة. أيهما أفضل؟ الفقير المعدم أفضل. جميل. تماما. ليه؟ نحن ندور مع ما فيه مصلحة الفقراء والمساكين. تمام. حيث دارت. جميل يا دكتورنا، حضرتك وضحت أن إحنا في صفقة مع المولى تبارك وتعالى اللي هو شهر رمضان مبارك. شهر رمضان ليه؟ لأن الكريمة سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيوة. فرمضان هو شهر القرآن. شهر أكرمه الله سبحانه وتعالى بخير كثير. ولذلك تعالى معي أريد أن أهمس في أذنيك. أيوة. وفي أذان السادة المشاهدين الأكارم. تمام. مسألة قرآنية عظيمة. شهر رمضان نزل فيه القرآن. تمام. ففرض الله علينا صيام رمضان. جميل. القرآن نزل في ليلة القدر. ده اللي انا هقوله، ان إنا انزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر ليلة من ليالي رمضان. جميل. طيب شهر رمضان ايامه جميلة ومباركة. سؤال بيطرح نفسه. تمام. إنا انزلناه في ليلة القدر. نعم. تمام. نعم. وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نعم. طيب القرآن كله انزل على سيدنا محمد في ليلة واحدة اللي هي ليلة القدر مثلا، أو في شهر رمضان المبارك؟ لا. وباقي السنة مثلا ما بينزلش عليه قرآن ولا إيه بالظبط؟ هقول لك. تمام. سؤالك رائع جدا. جميل. فوق الروعة. تمام. القرآن الكريم يا دكتور محمد له نزول وله تنزلات. تمام. له إيه؟ الفرق بين النزول والتنزلات. جميل جدا. النزول نزل القرآن الكريم كله مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. جميل. تاني. أيوة. نزل القرآن الكريم كله مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، كما قال ربنا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. جميل. رحمة من ربك. أيوة. يبقى كده هذا يسمى بالنزول. ثم بدأت التنزلات. تنزلات يعني ينزل متتابعا معالجا للأحداث. أيوة. على مدى 23 عاما. الله. منذ أن نزل الوحي على رسول الله إلى أن مات عليه الصلاة والسلام نزل القرآن الكريم منجما. الله. منجما يعني مدرجا. الله. هذا هو الفرق بين نزول القرآن وبين تنزلاته. ولذلك قال ربنا في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الله. يبقى القرآن ذكر تنزيلا وذكر نزولا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله. هذا القرآن الكريم. ولذلك القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. فنحن حينما نكرم أنفسنا بكرامة القرآن في رمضان فنحن نرقى ونسعد. حينما نزين أنفسنا بزينة القرآن في رمضان فنحن نقرب ونسعد ونتقرب من الله تعالى أكثر وأكثر. فيا حبذا يا دكتور محمد أن أقول هذه الكلمة. أيوة. في إمكان كل مشاهد منا. تمام. أن ينال على الأقل على الأقل مليون حسنة في شهر رمضان. مليون حسنة والله تعالى الأقل. إزاي؟ هقول لك. حروف القرآن تقرب من مليون حرف. تمام. لو أنه قرأ القرآن مرة واحدة أعطاه الله سبحانه وتعالى على أقل تقدير أعطاه حسنة على كل حرف. لكن من رحمة الله الواسعة أن الكريم سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشر حسنات. من جاء بالحسنات فله خير منها. من جاء بالحسنات تماما فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فرحمة الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. جميل. فالحسنة بعشرة سبحان وربنا الله. سبحانه وتعالى يضاعف. يعني ممكن يأخذ مليون يأخذ عشرة مليون. الله. ممكن يأخذ كم بقى تخيل. 700 مليون. الله. تقول لي زي اقرأ القرآن ازاي؟
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى سبعة في مية الله أضرب حضرتك الله ثلاثة أرباع مليار هو تخيل ما شاء الله. حينما أقرأ القرآن مرة واحدة في رمضان وأنا قريب من الله. ولذلك في مسك الختام أقول أيوه. القرآن مناداة ومناجاة بينك وبين الله. فإذا أردت أن تكون عظيما فكن مع كتاب الله العظيم إذا أردت أن تكون عزيزا فكن مع كتاب الله العزيز إذا أردت أن تكون كريما فكن مع كتاب الله الكريم إذا أردت أن تكون ذا هيبة فكن مع كتاب الله المجيد إذا أردت الخير كله وأن تكون مشكورا من الله ويتوجه الله إليك بوعدين برقية شكر وغفران من خلال القرآن. اقرأ الآية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يغفر ويشكر لك يا قارئ القرآن ويا سامع القرآن. ربنا يحفظك ويكرمك ويسعدك بالكلام الرائع. والله عايز اقوم اقبل راسك يا دكتورنا والله ربنا يحفظك ربنا يسعدك حينما نكون معك دايما بنكون سعداء بسماع ومضه تفسيريه في اذاعه القران الكريم او بحضور الدكتور عصام على الهواء مباشره. دايما يا رب الناس المحترمين الغاليين بنكون سعداء بوجودهم معنا في دنيا ودين. مكملين معكم باذن الله في دنيا ودين ولكن بعد الفاصل هيكون معنا ايضا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي. اهلا بحضراتكم مكملين معاكم باذن الله في دنيا ودين. اتكلمنا عن مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قرية زنانيري مركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية. مساحة المسجد 500 متر زي ما حضراتكم شايفين اليافطة اللي ورايا والمسجد ايضا اللي ورايا. المسجد من شهرين ما كانش موجود كنا في مرحلة الاحلال النهاردة في مرحلة البناء والتجديد مرة اخرى في خلال شهرين زي ما انتم شايفين كده. هنشوف حبايبنا واهالينا في مركز اولاد صقر وصلوا لإيه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في قرية زنانيري علشان الموضوع يكون معاكم صوت وصورة بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. دايما كنت بقول اللي عايز يتواصل مع المؤسسة او يساهم في بناء مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي موجود في قرية زنانيري مركز اولاد صقر محافظة الشرقية بيكون من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة. طيب احنا جينا النهاردة وحضراتكم ممكن تيجوا بنفسكم علشان تشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط على ارض الواقع. ده المسجد زي ما احنا شايفين اهالينا وحبايبنا اللي شغالين في المعمار شغالين فيه. شايفين العمدان الخشب ازاي كل شيء الحمد لله في مرحلة عظيمة جدا جدا. الكلام ده كله في خلال شهرين ومعنى كده الحمد لله ان صوتنا واصل لاهل الخير وان دايما اهل الخير موجودين. الخير في وفي امتي الى يوم الدين هو ده اللي بيحصل بالظبط. تعالوا نشوف كمان حبايبنا بيعملوا ايه داخل المسجد النهارده. مساءكم طيبين ربنا يعينكم ويكرم رب اللي بتعملوا ده في ميزان حسناتكم. يعني الحمد لله العمل قائم واهالينا شغالين زي ما انتم شايفين. فعايزين اهالينا اللي موجودين في قرية زنانيري يكون لهم نصيب ان شاء الله يتم عمليه تسقيف المسجد ان شاء الله وعمليه الانتهاء من الجدران زي ما انتم شايفين اخواتنا البنيين شغالين النهارده في الحجاره بيقفلوا بالطوبه. فعايزين قريب جدا جدا يكون لهم نصيب عمليه الانتهاء من مسجد الفاروق عمر بن الخطاب لان الانجاز عظيم. وانا عايز الكاميرا كده تدخل معايا وتكمل معايا توري الناس بس ايه اللي بيحصل في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. من اجمل المواقف لما جيت النهارده عشان اشوف مسجد الفاروق عمر بن الخطاب مقطورة الرمل اللي موجودة قدام حضراتكم. مقطورة الرمل اللي موجودة قدام حضراتكم دي ست فاضلة زي امهاتنا الناس الطيبين جاية من القاهرة والله بتاكسي بتاكسي مخصوص وجايبة هنا مقطورة رمل حد من قرية الزنانيري طبعا شاريين الرمل من منطقة
لكن هي اللي مسؤوله وجايه بالتاكسي مخصوص على اساس توصل مقطوره الرمل لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب، وتقول انا متابعاكم وعارفه انتوا بتقولوا كل كلمه وكل حرف في دنيا ودين. ده شيء اسعدنا جدا 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 ان الحمد لله صوتنا موجود وان اهل الخير بالفعل موجودين. السلام عليكم يا جماعة، سلام طيبين. السلام عليكم، قرب كده كل سلام طيب. مبارك ايه؟ الحمد لله. تعرف بيك. معاك عبدو سعد فتاح. اهلا بيك يا حاج عبدو. اشرح لي بقى ايه اللي بيحصل وقت في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. والله احنا كنا بقالنا شهرين شغالين في المسجد، ان شاء الله يعني وصلنا للانجاز العظيم. تمام. وبقي يعني انتهينا من صبت الصندرة والميدة والارضيات. تمام. ان شاء الله. ان شاء الله دخلنا على صبه السقف الكبير، فاحنا في امل في ربنا عز وجل ثم في اهل الخير. ربنا عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني اللي عاوزين يعملوا خير، اللي حابين عمل الخير، واللي حابين بناء المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا ولو كمصحف قطايا، يعني لو كعش طائر، بنى الله له بيتا في الجنه. عليه الصلاه والسلام. اكيد يعني كلام الحاج عبده زي ما بيقول، والواقع بيقول كده، بيقول الحمد لله. يعني ده يا جماعه بقول في خلال شهرين الحمد لله كان المسجد كان عمليه احلال وتجديد مره اخرى. في خلال شهرين الصرح العظيم اللي حضراتكم شايفينه معانا كده، اهالينا اهوت، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه وربنا يقويكم ويعينكم، شغالين زي ما انتم شايفين مع بعض. ده مجهود عظيم جدا، ده بفضل ربنا دايما وبكررها بكتير، وبفضل اهل الخير اللي دايما بيساهموا في عمل الخير. مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قرية الزنانيري مركز أولاد صقر، بنقول في خلال شهرين تم الشكل اللي حضراتكم شايفينه. من لا يشكر الله لا يشكر الناس. كل الشكر لأهالينا المحترمين اللي بتفرجوا علينا. لكن المرحلة اللي جاية عايزين زي ما انتم شايفين آخر حاجة وصلوا ليها العمدان اللي مصبوبة دي، عايزين بقى عملية تسقيف أو عملية الصبة بالنسبة للسقف. عايزين، لان في هنا مكان مصلى للسيدات هيكون عباره عن دورين، اما المسجد الرئيسي بيكون دور واحد. عايزين 15 طن حديد، عايزين اسمنت، عايزين زلط، عايزين حاجات كتيره جدا بفضل المولى تبارك وتعالى وبفضل حضراتكم، لان عندنا يقين باذن الله ان بيت من بيوت الله هيتم الانتهاء منه في القريب العاجل ان شاء الله. دايما بقول اللي عايز يتواصل معانا بيكون من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، او لو عايز يجي بنفسه ويشوف الواقع اللي احنا شفناه النهارده عشان يحكم بنفسه المسجد محتاج ايه، بيكون العنوان قريه الزنانيري مركز اولاد صقر بمحافظة الشرية بإذن الله. ويا رب في القريب العاجل كلنا نصيب، كلنا نكون مع بعض في افتتاح مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. يا رب أهالينا هناك في قرية الزنانيري يكون ليهم نصيب في اكتمال المسجد على خير. بنقول النهاردة 21 مارس، كل عام وكل أم يا رب سعيدة وربنا يحفظها ويديها الصحة والسعادة، وربنا يا رب يرحم أمهاتنا. أي واحد أم متوفاة ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة، اللهم أمين. لأن احنا بنتكلم على واحدة بتكون هي الأجمل والأحلى والأحن في كل شيء، هي الأم. يعني زي ما اتربينا على المثل اللي بيقول اللي من غير أم حاله يغم، دي حقيقة. طيب اللي عايش فرصة إن أمك موجودة، فاجري عليها بسرعة ودايما تكلمها وتكون راضية عليك، علشان دي نعمة من عند ربنا، ده تفويض ليك كده يدخلك في أي مكان ويدخلك الجنة بإذن الله تعالى. طيب اللي ملوش حظ بقى، اللي محروم دلوقتي من أمه، ممكن يعمل ليها ايه؟ يخليها سعيدة في قبرها. هو ده اللي نعرفه اكيد من شيخنا الفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اعزكم الله واكرمكم. كل عام وحضرتك بخير ووالدتك يا رب، ربنا يديها الصحة والسعادة يا رب. والله ربنا يخليك. اللي امه عايشة يعمل ايه؟ واللي امه متوفاة يعمل لها ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيد ولد آدم على الله ولا فخر، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم إني أتبرأ إليك من كل طول وحول وقوة إلى حولك وطولك وقوتك، وأسألك يا ربنا التوفيق والسداد والرشاد، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. من عظمة الوالدين أن أكرم الله تبارك وتعالى عبادته بطاعة الوالدين. تمام. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جميل. وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الأسوة الحسنة. نعلم أن رسول الله أمه قد توفت وهو صغير. من التي ربته؟ 60 أسماء بنت أسد، أم سيدنا علي. تمام. زوجة عمه. كانت تعطف عليه صلى الله عليه وسلم عطفا شديدا. جميل. كانت تحبه أفضل من أبنائها. لذلك رد صلى الله عليه وسلم الجميل لها. لما ماتت بكى عليها، بكى عليها بكاء شديدا، وقال: هي أمي بعد أمي. دخل صلى الله عليه وسلم قبرها واضطجع فيه حتى لا يضم القبر جسدها الشريف. تمام. انظر إلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه التي لم تنجب، ولكنها التي راعت، ولكنها التي أطعمت، ولكنها التي أحنت عليه حنانا شديدا. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيشا طيب الأعراق. صحيح. جيشا وشعبا. صحيح. الأم الحب، الحنان، الطيبة، الوفاء، اللي تفديك بروحها. أيوة. ولا تنتظر منك المقابل. كيفية رد الجميل لها. رد الجميل لها. أيوة. والله لو أننا فعلنا ما فعلنا، صحيح، لن نحقق لها شيئا. تمام. مما كانت تفعله معنا. أيوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. أيوة. علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وجعل له جميل. فهل من الصعب عليك أن تتصدق صدقة جارية لوالديك؟ أن تتصدق صدقة جارية لعمتك ولا لخالتك ولا لأي شيء كان؟ إيه نوع الصدقة الجارية هنا مولانا؟ الصدقات عند الله تبارك وتعالى. أيوة. كثيرة. منها أن تساهم في بناء المساجد، منها أن تطعم فقيرا، منها أن تكسو عريانا. تمام. منها أن تساعد في دور اليتامى، منها أن تحفر بئرا لوجه الله تبارك وتعالى حتى تسقي الزرع، منها الكلمة الطيبة. طيب، هذه الصدقة الجارية هل بتصل النهاردة للمتوفى؟ طبعا. ده تصل إليه على طبق من ذهب. وكأن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يقطع نصيبه من الدنيا، بل يوصله للآخرة. تمام. فيأتي إليه تلك الصدقة أو تلك الهدية وهو موجود مع أهله. أيوة. فيقال له: هذه هدية فلان لك من الدنيا. الله. يفرح بها ويستبشر بها، ويكون فرحان جدا قدام أقرانه. تمام. دي صدقة ابني، دي هدية ابني أو ابن أخويا أو أخويا أو عمي أو والدي أو أي حد يقرب له. تمام. يصل الله تبارك وتعالى له تلك الهدية. صدقة جارية أو علم ينتفع به. حضرتك مثلا ألفت كتاب صدقة على روح والدي. تمام. كل اللي يقراه وكل اللي يستفيد منه يرجع ثوابه لمين؟ للوالد. للوالد. أطال الله عمره يعني. يا رب. علم ينتفع به. الأخيرة إيه؟ ولد صالح يدعو له. ومش شرط الولد يكون من الصلب. الولد ربما يكون تلميذك. تمام. ربما يكون ابن أخوك. ربما يكون جارك. أي ولد صالح
يدعو لهذا الرجل يتقبل الله تبارك وتعالى منه تلك الصدقة يا رب. اللهم أمين. بنفكر المشاهدين المحترمين اللي بتفرجوا علينا, دي مشاهد لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي مكانه موجود في قرية زنانيري مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية. أي حد النهاردة عايز يتواصل في استكمال بناء المسجد على خير بإذن الله بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم. طيب حضرتك هتكلم المؤسسة هيبعتوا لك المندوب, المندوب ده بيكون خاص بالمؤسسة. أنا مش عايزك تقلق أو تقول يا ترى ده هيوصل الأمانة ولا مش هيوصلها, بإذن الله لأنه هو موظف موجود وبيدي لك وصل باللي بيحصل. فبإذن الله عايزين أهالينا نفرحهم في القريب العاجل, وإننا خلاص بنقول رمضان بإذن الله, ربنا يبلغنا رمضان على خير بعد بكرة إن شاء الله, ممكن بنسبة كبيرة يكون يوم الخميس. فعايزين النهاردة نستقبل شهر رمضان بجميع أنواع عمل الخير, زي ما قال دكتور عصام في الفقرة الأولى هي صفقة مع المولى تبارك وتعالى. يا هناه اللي ينتهي رمضان هو فائز إن شاء الله, يا هناه وسعده. علشان تفوز برمضان أكيد في أعمال لابد إنك هتركز فيها, زي إيه؟ أكيد أنا أعرفها مع شيخنا الفاضل والجليل. تفضل يا مولانا. يقول صلى الله عليه وسلم في أول يوم من رمضان تفتح فيه أبواب السماء, تغلق فيه أبواب النيران, ينادي مناد من قبل المولى تبارك وتعالى, يا باغي الخير أقبل, تمام, ويا باغي الشر أقصر. صحيح. ليس لنا حاجة في معصيك ولا ذنوبك, فإن المقام هنا مقام عبادة, تمام, مقام طاعة, مقام جود وكرم من الله تبارك وتعالى على عباده. تمام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, فقالت الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود الناس في رمضان, وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. الله عليه الصلاة والسلام. كرم, حب, وفاء, سخاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان لنا في رسول الله أسوة حسنة, أفلا نستقبل رمضان بهذا الجود, تمام, بهذا الكرم, بهذا السخاء, ونقي شح أنفسنا. واللي بيقول في نفسه اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع, وأولى وولادي أولى ومراتي أولى وقرايبي أولى. ما جعلت للفقراء من نصيب. تمام. فكرة اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع, ده كان زمان جامع, كان جامع الضرائب يعني. تمام. فالبيت أولى بيه, مش الجامع اللي هو المقصود بيه المسجد, لا المسجد, لا لا. المسجد اللي احنا بنصلي فيه. طيب جامع الضرائب, جامع الضرائب. هستأذنك بالضبط ونستأذن المشاهدين المحترمين. احنا اتفرجنا عن شفنا تقرير عن مسجد الفاروق, هنشوف دلوقتي أيضا تقرير عن مجمع التوحيد اللي موجود في قرية ستة أبو الهول في صان الحجر في محافظة الشرقية, ونرجع نكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى نسب هذه الأرض التي أقف عليها والتي ترونها الآن في موقع العمل نسبها إلى ذاته, قال سبحانه وتعالى هو أصدق من قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي حدث العالمين بهذه الآية المباركة, قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله نسب البيوت, هذه البيوت, هذه المساجد إلى ذاته, وأخبرنا أن القرض يكون لذاته سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ منك يأخذ منك ليربيها لك, يمحق الله الربا ويربي الصدقات, يربيها لك فتجد الصدقة الصغيرة جبلا عظيما من الحسنات يوم القيامة, لأن الله هو الذي رباها لك. ولذلك أيها الإخوة الكرام, حينما قدمنا إلى هذا المكان إلى قرية أبو ستة أبو الهول مركز صان الحجر محافظة الشرقية, سألتهم أين تصلون صلاة الجمعة, قالوا في هذا المكان بلا سقف بلا غطاء على رؤوسهم,
في الشمس حر وفي الشتاء ربما المطر يصيبهم. نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام ربكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات ربه فلا يشقى بعدها أبدا. يا سلام لو جات لك نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركات بصدقة، الصدقة تطفئ غضب الله، الصدقة يغفر الله بها الخطايا، الصدقة يشفي الله بها المرضى، الصدقة يفرج الله بها الكروب ويزيح بها الهموم. الصدقة هي بابك إلى جنة الله، يسير المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق، كل من تصدق. إلى أرقام على الشاشة قدام حضراتكم، ساهم وبسرعة ولا تؤخر ولا تسوف ولا يسول لك الشيطان تأخيرا، فإنه إذا ما نوى الإنسان صدقة فتح له الشيطان 70 بابا. فبادر واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا مع بعض تقرير عن مجمع التوحيد اللي موجود في قرية ستة أو اللي هو مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. ساحة المسجد أو المجمع 700 متر، تم الحمد لله الانتهاء من الأثاث الأعمدة زي ما حضراتكم شايفينها. في جزء منه هيكون عبارة عن دورين مش دور واحد بس، لأن في مكان اللي هو مستوصف طبي، في مكان دار لتحفيظ القرآن الكريم، في مكان هيكون أيضا مصلى للسيدات، وبقية المسجد اللي هو بيكون مصلى للجميع يعني إن شاء الله. فإنك بتفكر يعني تبني مساحة 700 متر أكيد محتاجة مجهود كبير جدا من أهل الخير اللي بيتواصلوا دايما مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. أهل الخير دايما اللي بيسعوا لعمل الخير أيا كان نوع الخير. بنتكلم بنقول النهاردة إن الناس بتحتفل بأمهاتنا، ربنا يديهم الصحة والستر والعافية، وربنا يرحم أي أم توفاها الله ويجعل يا رب قبرها يا رب روضة من رياض الجنة. وقلنا قبل الفاصل لو أنت النهاردة عايز تكرم أمك وهي ميتة هتكرمها ازاي؟ الشيخ وليد قال انك ممكن تعمل صدقة جارية، ممكن تدعي لها بما انك ان شاء الله تكون ولد صالح وتدخل سرور على امك في قبرها باي عمل صالح ليها باذن الله. ربنا يا رب يجمعنا جميعا مع بعض في الخير. المسجد محتاج مجهود كبير جدا. عايز تتواصل مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز بيكون من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة. الشيخ عيد في التقرير كان بيقول الحديث النبوي الشريف: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. اكيد الشيخ وليد هيشرح لنا معنى الحديث الشريف. تفضل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هذه الآية القرآنية العظيمة اللي ربنا ذكرها في القرآن الكريم ترجمتها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، تمام، واللي هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالتراحم والود بيننا وبين بعض، تمام. فده جزء من التراحم والود أيضا. صحيح. تفضل مولانا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خص هذه المساجد لنفسه فقط. قال إنما يعمر مساجد الله، مش مساجد المؤمنين، تمام، ولا مساجد الصحابة ولا مساجد الأتقياء، إنما خصها الله تبارك وتعالى لذاته هو سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم أن بيوت الله في الأرض الإيه؟ المساجد، تمام. في آخر الزمان وفي يوم القيامة ينادي الله تبارك وتعالى: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ يا الله. قال: عمار المساجد. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يقول: أين جيراني؟ الله. من ذا الذي يجاور الله تبارك وتعالى؟ عمار المساجد اللي بيبنوا المساجد، القائمين على خدمة المساجد، تمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى امرأة سوداء تنظف المسجد، كل يوم بتنظف المسجد. فجه في يوم ملقاهاش، فقال: أين هي؟ أو أين هو؟ على رواية أخرى، تمام. فقالوا: يا رسول الله ماتت. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لما لم تقولوا لي؟ فذهب صلى الله عليه وسلم على قبرها أو قبره ووقف يدعو لها. عشان إيه؟ كانت بتنظف بيت ربنا سبحانه وتعالى، كانت قائمة على نظافة بيت الله تبارك وتعالى.
كانت من معمري بيت الله تبارك وتعالى. هنا إنما يعمر مساجد الله. يعمر مساجد الله. هذه الآية معناها هنا يعمر هنا العمارة اللي هو البناء. أيوه بالضبط العمارة التشييد. تمام. إنه يقوم على المسجد كلاته اللي هو القائم على المسجد أن يصلي فيه. جميل. المسجد مش للصلاة بس. أيوه. ربما لصلح المتخاصمين. للعلم، لدروس صحيح. العلم، لكتب الكتاب زي ما كنا بنعمل زمان، للفرح صحيح، للمشاورات بين أيوة. الناس، للحب بين الناس، للولائم بين الناس. ما في ناس بتولم، في ناس في رمضان بتجيب اكل للناس الصايمين، للبهجة صلاة العيد، لصلاة التراويح صحيح. عيد في الارض وعيد في السماء. تمام. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء القوم الملائكة. ايوه. يقول لك شوف عبادي ماذا يفعلون. قاموا لله تبارك وتعالى صائمين في نهاره. تمام. أقاموا لله تبارك وتعالى مصلين التراويح في ليله. أيوة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله تبارك وتعالى جميع ذنبه. جميل. التراويح اللي كان سيدنا النبي بيصليها منفردا. تمام. في الأول. أيوة. صلىها أول يوم الناس اتبعته. تمام. تاني يوم العدد كتر. ثالث يوم العدد كتر. رابع يوم لم يأتي رسول الله. ليه يا رسول الله لم تأتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: خفت أن تفرض عليكم. تمام. فلا تستطيعون أداءها. يا الله، دي من رحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقى الرفيق الأعلى، وجه بعده سيدنا أبو بكر. ثم جاء الفاروق عمر رضي الله عنه. لما لقى الناس جماعات، واحد بيصلي هنا وجماعة بتصلي هنا وجماعة بتصلي هنا، فأراد رضي الله عنه أن يجمعهم على رجل واحد. تمام. أن يكون فيه إمام وهم يصلوا وراه. فاختار أبي بن كعب رضي الله عنه. تمام. فصلى بالناس صلاة القيام جماعة. قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه. الله. تمام. سيدنا عمر أول من أنار المساجد. وأول من كان يؤمر جميع الأمصار أن هم يبنوا في كل بلد وفي كل قرية مسجد. مسجد. ولذلك سيدنا علي لما كان يدخل المسجد ويلاقيه مضاء كان يقول ايه: انار الله قبرك يا ابن الخطاب يا الله. كما انرت بيوت الله. الله، ربنا ينور بصيرتنا جميعا يا رب في الدنيا وفي الآخرة، ينور قبورنا جميعا. اللهم امين. المسجد اللي كان معنا هو مسجد التوحيد، وقبليه كان مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. مولانا كان بيتكلم عن اسم عظيم وجليل، لما يذكر اسم سيدنا عمر بن الخطاب الواحد بيستشعر بعظمة الناس اللي كانوا موجودين. ربنا يرحمهم جميعا، ناس الصحابة، القصص اللي بنسمعها عنهم والكلام ده، تشعر ان الناس دي بالفعل كانوا عايشين لله. طبعا. الدنيا بالنسبة لهم ولا اي شيء، ولذلك اسمهم الى الان يخلد الى يوم القيامة باذن الله، لانهم يعني عملوا بقول الله تبارك أيوه. وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. جميل. طيب، بنقول شهر رمضان خلاص على الأبواب، بنستعد ليه؟ البعض كل واحد بيستعد بطريقته، لكن عايزين نستعد بطريقة نستفاد من الصفقة، نستفاد من العرض الرباني، نستفاد من الهدية اللي جاية من المولى تبارك وتعالى لينا، علشان رمضان ينتهي على خير إن شاء الله، وإحنا نشعر إنك لما بتيجي تاخد الشهادة كده تبقى جايب امتياز أو جيد جدا أو جيد على الأقل. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: أيوه. ما كان يجرأ أحد منا أن يقدم عليه رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد. يا الله. ما كانش يجرؤ أحد من الصحابة أن يحمل ضغينة لأحد. تمام. يبقى النهاردة وبكرة إن شاء الله قبل أول يوم في رمضان، نظف قلبك، نظف صدرك، نطلع التليفون كده. صحيح. ونشوف مين اللي بقالك فترة ما سألتش عليه ونكلمه، مين اللي زعلان بينك وبينه في زعل ممكن تكلمه، حد ممكن تبعت له رسالة عامة لو أنت مش عايز تصالحه، لأن بينكوا حاجات كتيرة، ولو صحلته لو حصل الصلح هتحس إن حقوقك ضاعت. ابعت رسالة اللي هي بتتبعت للجميع، توضح على الاقل ايه، وتبقى يعني في رسائل اسلاميه ما بيكونش فيها شك ولا شيء ممكن تبعتها ليه، بس بتوضح انك الحمد لله من صحيح. جواك ما فيش بينك وبين حد بادر. بالظبط. خيرهم من يبدا بالسلام، حقوق عشان حقوقك ما تروحش. لكن في حاجات بقى تانية فيها صله رحم والكلام ده، اخ واخت واب وام والكلام ده، ما فيهاش اللي انا بقوله ده. ارفع السماعه والحق على جنب، لكن دي ناس منك لابد اللي انت تبادر زي ما بيقول كده. صله الرحم. ايوه. الرحم كانت زعلانة من الناس،
فذهبت إلى الله تبارك وتعالى، فربنا عايز يرضيها. أيوه. فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تمام. يوصل بالحب وبالرحمة وبالمودة وبالكرم من الله تبارك وتعالى. طب يقطعه إزاي؟ أيوه. يقطعه بأن ربنا سبحانه وتعالى يحرمه من نفحات الله، لا إله إلا الله، يحرمه من خير الله. دايما ما يوفقوش في حاجات كتيرة. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. جميل. جميل. فلا يشقى بعدها أبدا. صحيح. حط برضو، عايزين نحط مولانا خطة كده، حط خطة رمضان، ناوي أقرأ قرآن قد إيه، ناوي أنظم أمور إزاي، ناوي أتصدق، ناوي أعمل عمل خير وأعلم أولادي معايا، ناوي شايف مسجد زي التوحيد أو الفاروق أو جاري اللي محتاج أو قريبت اللي محتاجة اللي أنا أقف جنبها. لازم ولابد يبقى عندك دراسة جدوى، دراسة. الموضوع مش يلا رمضان جاي وخلاص، وزي ما جه رمضان انتهى رمضان ومقضينها كلام وخلاص. فيه استعداد. أيوة. فيه تخطيط. فيه صبر. فيه عزيمة. تمام. لازم أعرف هبدأ يومه بإيه وهنهي يومه بإيه. تمام. ما تجعلش أعمالك في غير رمضان هي أعمالك في رمضان. جميل. لابد أن يكون عليك الوقار والسكينة والرحمة والمحبة. طب يفرق إيه رمضان من غير رمضان؟ أيوة. إذا كنت الأعمال اللي بتعملها في غير رمضان هي رمضان. صحيح. نفس والله لو أعمال خير أهلا بيها، لو أنت متعود على قراءة القرآن بس. بالضبط. مظبوط. نكتر في إذا رمضان. كان الخير 5% خليه 100%. صحيح. 90%. تمام. 80%. هذه حصالة الأشهر. خاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. يا سبحان. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في الدرجة الأولى فقال أمين. في الثانية قال أمين. في الثالثة قال أمين. فقالت الصحابة: أيوة. يا رسول الله نراك فعلت شيئا لم تفعله من قبل. أيوة. قال: لقد تبدى لي جبريل وقال لي: يا محمد، من أدرك أحد والديه ولم يغفر له أبعده الله ثم أبعده عن الجنة فكل أمين. فقلت طبعا. أمين. الله. الثانية قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له أبعده الله ثم أبعده عن الجنة فكل أمين. لا إله إلا الله. طب الثالثة. أيوة. قال: من ذكر اسمك عنده ولم يصلي عليك أبعده الله ثم أبعده فكل عليه أفضل الصلاة والسلام. وسلم وزد وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنقول استعد لرمضان، عندك فكر هتعمل إيه، عندك خطة، عندك أكيد حاجات نوع أعملها بإذن الله. في ناس بتستعد من فترة، مؤسسة عمر بن عبد العزيز لما روحنا نصور من فترة لأنهم محضرين كراتين رمضان وشنط وحاجات مواد غذائية لأهالينا والحبايبنا، فبنقول لهم مش لسه بدري شوية على رمضان؟ قالوا لا، بنستعد من دلوقتي بحيث أول ما يبدأ أول يوم في رمضان أو هنشتغل في رمضان يبقى كل شيء جاهز. في بعض الناس كده ما بيذاكرش غير قبل الامتحان ب 24 ساعة، وتلاقيه رابط مش عارف المنديل على دماغه وتعبان ومصدع وممكن يطبق ويروح الامتحان. طب كان قدامك فرصة تذاكر باستمرار قبليها. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، استثمار شهر رمضان المبارك من اول يوم لاخر يوم. واذا كان النهاردة او بكرة ما زلنا بنقول ان الاعمال بترفع في شهر شعبان. تمام. فبسرعة نبادر زي ما قال في التقرير الشيخ عيد اسماعيل، بادر وشوف دايما انت ناوي تعمل ايه. على التقرير طبعا هنشوف مع بعض الكراتين رمضان اللي مؤسسة عمر بن عبد العزيز ربنا يكرمها يا رب بتستعد بيها. عمل الخير، ابحث عن اهلك، شوف جيرانك، شوف اولادك، شوف قرايبك، شوف المكان اللي انت عايش فيه، شوف مين اللي محتاج، جهز ودي، اوعى تكون بخيل. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. صحيح يا مولانا. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون لله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان قبل رمضان بست أشهر. أيوة. ويدعون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في رمضان ويتقبل منهم الصيام والقيام بعد رمضان بست أشهر. يا الله. فكانت السنة كلها عندهم إيه؟ رمضان. مدرسة والله. مدرسة إيمانية. صحيح. كان القائد لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن هذه المدرسة موجودة مولانا وعمل الخير إلى أن تقوم مستمر. الساعة. جميل. الخير في
وفي أمتي إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. ربنا يكرمك، نورتنا وشرفتنا بكلامك الرائع اللي بيوصل للقلب. شكرا جزيلا فضيلة مولانا الغالي الشيخ وليد العويسي من علماء الأزهر الشريف. بنقول عندنا مجمع التوحيد وعندنا مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، وداخلين على شهر رمضان المبارك، خلاص كلها ساعات مش هنقول أيام، وبنستقبل أجمل وأهم شهر في السنة. ربنا يا رب يتقبل منا جميعا، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، اللهم أمين. أشكركم شكرا جزيلا ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.